مني ومن كل فريق العمل أطيب التحيات لكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. موضة وأزياء وأحدث ابتكارات المصممة رولا مهنا رح نكتشفها بحلقة اليوم، وعرض أزياء مباشر على رانوي بي لايف لأحدث طبعا مجموعة خاصة فيها، فما تنسوا تتابعونا. تقنية جديدة لتدويب الدهون من خلال تجميدها للتخلص منها بطريقة تدريجية ومن بعدها نحت الجسم بجمالية مدروسة. تفاصيل كلها مع ضيفنا الاختصاصي بالجراحة التجميلية دكتور نادر صعب. رسالة أمل من خلال أغنية خاصة بالأطفال من إنتاج اليونيسف، رح ناخذ تفاصيل أكثر عنها من الملحن جاد الرحباني. أما هلأ مننتقل سوا إلى مطبخ بي لايف لنتعرف على وصفة اليوم. ببي لايف كل يوم عنا وصفة جديدة وعملية ممكن انه تحضروها عندكم بالبيت، وهالمرة مع شيف ريتا كاديزيون. خلينا نرحب فيها سوا. هاي شيف. هلو. يعطيك العافية. الله يعافيك. شو الأخبار؟ الحمد لله. لكن شو الريسبي يلي رح تحضر لنا إياها اليوم شيف؟ اليوم عنا سالد ومين ديش. اوكي. السالد بخبرك عن السالد أول شيء. أول شيء سالد، لأن أنا كثير بحب السالد صراحة، ما بقطع ولا ميل إلا ما يكون في سالد. اوكي منيحة. فإذا عنا اليوم سالد بس طريقة شوي غريبة. عم بحضرها مع العثمانية. العثمانية اللي كل بنعرفها بنستعملها للحلو. اليوم رح نستعملها بالسالد. واوقات شيف بيستعملوها يمكن بالطبق الرئيسي مع الدجاج او شيء، ولكن اول مره بسمعها بالسالد. مظبوط. يلا ندوقها اكيد. ثانك يو. فرح احط شويه خضره وافوكا معها، ورح ارجع عم بطبخ هون شويه رز. رح احط عليها دجاج انا نقعتها ببلسميك فينيجر، ملح وبهار. اوكي. وعم بسلق شويه اسباج لحطها هيك حط معه وان شاء الله تعجبكم. بقول لها ميرسي كمان للشيف لانه كان بدها تستعمل شوي زبده، فانا قلت لها بليز شيف اعمليها بطريقه شوي صحيه كرمالنا، فقلت لي خلص رح نشيل الزبده. يا رح نشيل الزبده تكرمي. ثانك يو شيف. طيب لكن رح نتركك على رواق بعدين ترجع لك نانسي ومنتابع التحضيرات. أوكي. اكيد والتطورات. اما هلا مين بيحتفل بعيد ميلاده ونشوف سوا. المحتفلون بأعياد ميلادهم كثر اليوم، نبدأهم من ميغان فوكس العارضة والممثلة الأمريكية التي تطفئ شمعتها 30، وقد بدأت مهنتها العام 2001 من خلال بعض الأدوار التلفزيونية والسينمائية الصغيرة قبل أن تبرز في أعمال مثل ترانسفورمرز، وهي متزوجة ولديها 3 أولاد. وإلى جانيت جاكسون التي تبلغ اليوم 51 عاما، وهي أصغر أفراد عائلة جاكسون وشقيقة الراحل مايكل جاكسون. وكانت جانيت قد أوقفت جولتها العالمية الموسيقية العام الفائت لأنها رزقت بطفلها الأول عن 50 عاما قبل أن تعلن انفصالها عن زوجها وسام المانع. ونستمر بجولتنا عبال الميل للممثل بيرس بروسنان الذي يبلغ اليوم عامه 64، ويعرف بروسنان من خلال تجسيده دور العميل السري جيمس بوند في 4 أفلام، فيما كانت بداياته أوائل الثمانينيات في مسلسلات تلفزيونية مثل The Professionals و The Minions of America. وختام معايداتنا مسك، إذ تطفئ اليوم النجمة اللبنانية نانسي عجرم شمعتها 33، وقد فازت عجرم خلال مسيرتها ب3 جوائز موسيقى عالمية، ونجحت في بيع أكثر من 2 مليون تسجيل لها في العالم العربي. وفيما كانت أولى ألبوماتها العام 1998 بعنوان محتجالك، آخر أعمالها ألبوم حس بيك الذي نشاهد خلال حلقتنا اليوم تقريرا خاصا حول توقيعه ولقاء مع نانسي. فعقبال المية للنجوم ولكل من يحتفل اليوم بعيده أيضا. ها
هابي بيرثدي للنجمه اكيد نانسي عجرم، والف مبروك الالبوم الجديد حاسه بيك، وكلنا هيك متشوقين نتابع هاللقاء الحصري ببرنامج بي لايف. ومثل العاده مجموعه من الاخبار روزا رح نبلشها انا وياكي. اول خبر عندي بيقول احتفت جامعه كانساس بتخريج دفعه من طلابها من بينهم سيده سعوديه حصلت على درجه الماجستير رغم ظروف عائلتها الكبيره، معتبره انها تغلبت على تحديات صعبه بتتعلق برعايه اسره ومسؤوليات كثيره مع الدراسه. فاطمه جفلي 53 سنه هي ام لتسعه وجده لتسعه، حصلت على ماجستير بالرياضيات وهي ثاني شهاده لها من الجامعه، كما انه زوج فاطمه واثنين من ابنائها حاصلين كمان على شهادات من جامعه كانساس ايضا، كما انه ثلاثه من ابنائها صغار حاليا بيدرسوا بنفس الجامعه. فاطمه بتقول انه امر صعب جدا ولكنه بيستحق كل هالتعب، نحن عائله كبيره جدا. وعن سر نجاحها قالت انه التنظيم والاعداد الجيد، فهي دائما تسعى لهالامر وبتشتغل بجد على ترتيب كل الامور وما بتترك ولا شغله للدقيقه الاخيره، وهالشيء بخليها دائما مستعده باصعب الظروف. يعني روزا نحن دائما ببرنامجنا وبالكوتشنج خاصه لايف بفقره الكوتشنج بنقول انه قديش مهم الواحد ينظم وقته، وفيك تلاقي وقت لكل شيء اذا كنت هيك مرجلجه حالك 100% نانسي. وحتى يلي عم يتحجج بيكون بعمره او حتى بمشاكله بالحياه، خليه يتمثل بفاطمه ما يفقد الامل ابدا، هيك أكيد. هو بيتحكم بالظروف، تحياتنا لها، ما بيخلي الظروف اكيد نانسي تتحكم فيها بالفعل. خلينا نتابع. واتني قالت بعض المواقع الاخباريه انه تم الاتفاق مع النجمه كيتي بيري لحتى هي تشارك وتكون عضو لجنه التحكيم ببرنامج امريكان ايدل يلي رح ينعرض على قناه اي بي سي. وبحسب الاصداء فانه كيتي بيري محمسه جدا للمشاركه، ومع الاعلان عن بدء الموسم الجديد كان من المتوقع انه يتم التعاقد مع كيلي كلاركسون ولكنها رفضت لانه العرض المالي ما لايقها. وقد تم الاعلان مؤخرا انه النجمه كيلي كلاركسون رح تنضم ولكن لتكون احد المدربين ببرنامج ذا فويس بموسم وول 14. امريكان ايدل من اهم البرامج وحتى اهم برنامج ترفيهي على التلفزيون الامريكي نانسي، وهو خرج فنانين كثار ووصلوا كثير للعالميه. بقى هلا نحن بانتظار الجديد، خاصه انه هلا اي بي سي اول مره، قبل كان دائما يكون على قناه فوكس. بقى نحن بانتظار الجديد. اكيد نحن بانتظار كل شيء جديد. ومنتابع ثاني خبر لالي بيقول توجت الشابه كارا ماكالك بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2017، وبتبلغ كارا من العمر 25 سنة، وهي عالمة بلجنة الرقابة النووية الأمريكية، وهي من مقاطعة كولومبيا بولاية واشنطن، واستطاعت التفوق على 50 متسابقة شاركوا للمنافسة على اللقب. وتعرضت كارا لانتقادات كثيرة من متابعي الحفل على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، من بعد ما ذكرت بإجابة لها أن الرعاية الصحية لازم أن تكون ميزة للأشخاص العاملين. فألف مبروك لهالصبية. وكمان يا روزا تعرضت لانتقادات تانية إذا رفضت أن تطلق على نفسها لقب مدافعة عن حقوق النساء، وفضلت كلمة مساواة مشيرة إلى أن النساء والرجال يعني متساويين خاصة بالعمل. يمكن ننسي هالمواقف الكونتروفيرشال يلي عم تحكي عنها هي يلي ميزتها عن باقي المتسابقات يلي عادة عم تعرفي بينعرفوا أن هن الدبلوماسيين بيكونوا بيبقوا هيك عم بيفكروا بكل 100% مدروس بيكون جواب، حتى لو هن ما بيكون رأيهم المزبوط. بقى لا كارا تجرأت وقالت كل شيء اونست. وانا عندي بتعرفي ملكات الجمال باجنس نحن بنعرف شوي كيف الواحد بتحضر وبتعطي الهام، لانه الانتقادات عاده انك بتقدري تقريها هيك بتكون كثير وبتكون عطلانه هم نانسي. وحتى كارا مثل ما شفتي شعرها تركته ناتشرال مثل ما هو كيرلي افرو، كمان تميزت بهالشغله ما ضقرته ابدا خلال المسابقه. حلو كثير. بقى نتمنى لها التوفيق اكيد اكيد. رح نتابع باخر خبر نانسي واسمعي هالخبريه. وجد مواطن كويتي مبلغ وقدره 63 مليون و100 ألف دينار كويتي، أي ما يعادل 207 مليون دولار أمريكي تقريبا، تم إيداعه بحسابه المصرفي من دون علمه. شو هالخبرية؟ بتوجع القلب. فما كان من المواطن إلا أنه تمكن تقدم ببلاغ للنائب العام عن طريق محاميه، أفاد من خلاله أنه اكتشف المبلغ الضخم بحسابه المصرفي من دون أي علم بمصدره اثناء اجراء عمليه سحب من الصراف الالي او اي تي ام. واعرب المواطن الكويتي عن رغبته بالتحقيق العاجل بالامر ليمنع الشبهات وابراء لدمته الماليه من هالملايين يلي ما بيعرف من وين مصدرها
او حتى كيف توصلت لحسابه. يعني شو حلو لو كان الامر عن جد بهالسهوله نانسي، ونحن وعينا واكتشفنا انه عندنا كل هالمبلغ بالبنك، شو عبالنا صراحه؟ ايه قلتي لي مليون 207 مليون دولار، يعني مش انه مليون ومليونين. لكن هيدي كانت جولتنا هيك سريعه على الاخبار، رح نتوقف للحظات قليله مع الاعلين وبنرجع بننطلق بمواضيعنا، خليكم معنا. بالاختصاص بالجراحه التجميليه، نحن كثير بنحب انه نستضيفك دائما بهيك اجواء موسيقى عندنا بالاستوديو، ولكن عرفنا انه استضافوك باربيل باجواء بعد احلى وطنه ورنه واحتفاليه عن جد بامتياز. بعدك يعني خبرنا شوي عنا، وبعدين بدنا نرجع كمان للامسيس نانسي، يعني دكتور انترناشونال. ما لازم على الخشب، خلينا نبلش وحده وحده. يلا خبرنا شوي عن اربيل دكتور. يعني فعلا كان لي اول زياره على العراق، على كردستان، اربيل يلي فعلا لقيت فيها استقبال اكثر من رائع. قلت يا ريت يعني خرشي عريس على الورود اللي اجوا عن جد، يعني ما بقي حدا من كبار المسؤولين بالدوله، من الناس المهمين، من اصحاب المعالي. شيء مش معقول يعني، عن جد غمروني بلطفهم لدرجه حببوني بهالبلد. حسيت حالك كانك ببلدك الثاني يعني. والاكثر من هيك انه كان كثير عندي ضغط، يعني باربع ايام شفت فوق الالف مريض يلي اجوا من كل انحاء العراق، حتى من الكويت، حتى من الاردن، من البصره، من النجف، من كربلاء، من 23 جنسيه، من الدهوك، من يعني ما تتصوري قد ايه كان في ناس. ويعني كان معي 12 من الاكيب تبعي، وبعد ما ابقى نهار على اساس رايح نهار بقيت اربع ايام يعني، وما قدرت شفت كل الناس. حلو. بس هلا بحس في عندنا زيارات متكرره الى اربيل اذا الله راد. يعني واللي سعوا له هو يمكن جلبي على اربيل هو انه اعطائي، اعطوني الدوله ارض لحتى يبنوا لي عليها مستشفى، حيكون مستشفى الدكتور نادر صعب باربيل. يعني ان الله راد بتكون عاصمه العراق السياحيه التجميليه. لان وجودي هونيك خلى يمكن المطار ينتعش اكثر، خلى الاوتيلات يكون فيها شغل اكثر باربيل، كلهم جايين من كل انحاء العراق كرمال. ودائما كل الاشخاص بيجوا من العراق خاصه لعندك هون، هلا صرت انت هيك عم تسهل لهم هالامور كلها، صرت متواجد عندهم بالبلد. دكتور كمان عم نحضر لملكه جمال العراق ب 25. راح اكون موجود ان الله راد بلجنه انتخاب ملكه جمال العراق ببغداد، وخلال هالحفل رح يتم تكريمي وننتخب ونكلل ونتوج ملكة جمال العراق 2017. حلو دكتور. مش بس العراق، في كمان حضرتك طلعت وعملت تقرير على امسيس كمان كسر الدنيا، خبرنا عنه شوي. يعني من يمكن من ثلاث اسابيع حتى وقت ما كنا عم نصور بالال بي سي، رافقوني يمكن الاكيب تبع تلفزيون ام سيس الشهير بفرنسا حتى على البوديوم على ال بي سي سات، وصوروا معي بعض اللقطات يلي انعرضت خلال الحلقه الخاصه باهم جراح تجميل بالعالم العربي دكتور نادر صعب ب 66 مينوت، يلي هي الحلقه والاميسيون الاشهر باوروبا على الام سيس، يلي بتتناول مواضيع عاده مهمة وشيقة نتيجة ما بتحوي من معلومات.
وهيك يمكن اخذوا لقطات عن حياه الدكتور نادر صعب ولوين وصلت، عن المستشفى الخاص، عن العمليات، عن تنقلاتي بالبلدان العربيه واستقطاب وجلب معظم السواح كان عرب او اجانب للبنان للخضوع للعمليات الجراحيه التجميليه، اضافه الى يمكن انشاء المركز الاول والوحيد بالشرق الاوسط يلي يعنى بالسياحه التجميليه من خلال انشاء مستشفى واوتيل متخصص للجراحه التجميليه. حلو كثير دكتور. والزيارات السياحيه على لبنان بكل الاماكن يلي عم بتصير يوميه انطلاقا من مستشفى الدكتور نادر صعب والاوتيل الى معظم الاماكن الاثريه. نحن اكيد بنفتخر فيك دكتور وشهادتنا مجروحه، يعني انت بتعرف شو بالنسبه لهلنا. رح ننتقل هلا لموضوعنا وتقنيه جديده رح تعرفنا عنها اليوم، كمان مكسره الدنيا فينا نقول، ما مكسره الارض رزقتها. شو هي هالتقنيه؟ يعني كل هالناس عم بيحضروا حالهم لموسم الصيف البحر، وكل البنات بهمهم انه يكون جسمهم حلو، ومين ما بحب الجمال ومين ما بحب يتمتع بهالخصر صح الممشوق. كثير عملنا وبعدها موجوده تقنيه التدويب الدهون وشفط الدهون يلي عم تتطور يوم بعد يوم، يلي هلا بنقدر نلجا لها من خلال استعمال الليزر لتدويب الدهون وشد البشره بنفس الوقت. لكن بعض الناس يمكن بخافوا من العمليات، بخافوا من الليزر. في عندنا اشياء بتتم من خلال الاكسترنال ابلكيشن، يعني من دون ما نفوت على قلب الدهن من برا بنقدر نستعمل ابلكيتر على الجسم، وبنستعمل تقنيه التتليج. قديش بننزل بدرجه الحراره؟ بننزل ناقص 7 لل 15 درجه تحت الصفر. أوكي. يلي بهالوقت بيكون عم بيتم تتليج الخلية وتدمير الغشاء تبعهم، وهيك بيكون معظم محتويات الخلية صارت برا، ما بقى إلى غشاء، وبتدوب وبتتحول لزيوت قابلة لأنه تدوب وتروح مع بالكليوي على البول. سوري بس قبل ما ننتقل لسؤال ثاني، بالنسبه لدرجه الحراره هي بتنزل فيها حسب كل شخص، وعلى اي اساس تختاروا الدرجه؟ اكيد حسب سماكه الدهون اللي موجوده. اوكي. اذا كان عندنا دهون كثير سميكه غالبا بنلجا لاكثر من جلسه، وهون بنقدر ننزل بالحرارة أكثر من العادي. أما إذا كان حدا ضعيف مثلك، أنا بكرة بدي أروح أجربها أشوف وين بدها تلقط. وين في دهون يا نانسي؟ ما بعرف بس بدي أجربها إلا ما لاقيلي شي محل. طب لمين تنصح فيها دكتور عادة؟ يعني الحلو مثل ما عم بتقول نانسي، العالم بيعتقدوا إنه بس للي عندهم سمنة زائدة. لا، حتى الضعاف وحتى الحلوين هن بحاجة ل مينتنانس، لعناية بشكلهم الخارجي لحتى يبقوا حلوين. هيدا العالم يلي ما بيقدروا يستوعبوه، انه يي لي انا بيلا بتعمل يمكن كافيار، ولا لي نانسي ما هي حلوه، ولا لي روزاريتا. لا، بدي اقول لهم انه هن هول الناس يلي لازم اساسا يعملوا ليحافظوا على شكلهم مع الحفاظ للجمال الطبيعي. لانه يلي ما بحياتها كانت حلوه يمكن فيك تعدلي فيها شوي، واذا بعدين تغير الامور فيها رح تبقى مثل ما هي، يعني منا حلوه. لكن الجميلات واللي كانوا ملكات جمال وبيهملوا حالهم وبيوصلوا لوقت فعلا يقطعوا بحياه كابه ولا ديبرشن، لانه يقعوا على حالهم انه يه صحيح مرقت علينا الايام، لانه بفتره بيكونوا رافضين للعنايه بحاله. بقول انا مثل نانسي ومثلك يمكن تجمعات دهنيه شوي على منطقه خصر منه غلط، بما انه منا بحاجه لعمليه ومنه بحاجه لبنج ومنه ما في ولا اي مشاكل، ب 50 دقيقه بيقدر واحد يدوب هالدهون ولا يبقى سنين يعمل سبور ومن دون ما يدوبه، لانه بيدوب الصدر وبيدوبه الخدود، لانه مثل ما بنعرف دهون الخدود ودهون الصدر اول بيقدروا يدوبوا بسرعه، بينما التراكمات الدهنيه او ما يعرف بالسلوليت انا بقول لهم هول تراكمات دهنيه ميته، حتى لو عملنا ريجيم ما بيدوبوا. مزبوط دكتور. كرمال هيك اللجوء يمكن 50 دقيقه من الوقت يقدروا يغيروا لك مجرى حياتك التجميلي
والاجتماعي لانك بتصيري تظهري بحلة اجمل وبتياب يعني ارتب. خاصة دكتور انه اوقات في محلات اصعب انه نوصل لها وانه نحرق دهون فيها ونحن بنلاحظها اكيد بجسمنا. طيب هل هي مزعجة هالتقنية دكتور ولا لا؟ ما واحد ما بيوجع ابدا؟ يعني مثل ما عم نشوف هون هي كناية عن ابليكيتر بنحطه بالمناطق والمناطق اللي بنحددها، لانه هودي التقنيات الحلو فيهم انه التارجت تبعنا بيكون المنطقه اللي بنعملها، عكس ما نعمل ريجيم كلي بكل الجسم بيبقى بدنا نضعف يمكن 2 3 كيلو بيضعف وجهنا وبيضعف صدرنا والمناطق اللي بدنا نضعفها ما بيضعف 100%. اما هيدي التقنيه بنقدر نحط تارجت عنا انه بدي شيل البطن، بدي شيل المعده، بدي شيل الخواصر، نشتغل عليهم بس لحتى يبقى كامل الجسم مثل ما هو باستثناء هالمنطقة اللي عم نشتغل عليها. وهيك منلاقي انه ما في داون تايم. عملت هالبروسيجر يلي غير مقلمة، بتحسي شوي ببرودة ولا بسقعة بهالمنطقة. اوكي. يعني كأنك حاطة ثلج على بطني. لفترة هال 50 دقيقة 40 دقيقة. ومن بعدها بتصير تلاقي النتائج فعلا كثير مذهلة. بعد 4-5 ايام لاسبوعين بتصير تظهر النتائج وبصير يدوب هالدهن تدريجيا. يعني الريجيم بيوجع اكثر. كم جلسه بحق لنا نعمل؟ اكيد بتختلف حسب سماكه هاللايرز اوف فات، قديش في عندنا سماكه كثيره، قديش يمكن بنعوز جلستين او ثلاثه، اما مثل عندك بنعوز جلسه واحده. طيب بكره او نص جلسه. بدل 50 دقيقه 25 دقيقه. ناطري. اذا الله راد. ثانك يو دكتور، اكيد كنا سعيدين بوجودك معنا، واكيد ايميلك عم بيظهر على الشاشه، كل الاشخاص اللي حابين يستفسروا بيقدروا يبعثوا لك ايميل على البريد الخاص فيك. واليوم حزار عيد مين؟ صديقه مكرمه، نجمه مقربه، عفوا نجمه. يلا 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 نانسي عشرة. يلا اجمل غنيه، يعني بدي الا مبروك على هالغنيه الحلوه. طب جديد صح، وعلى طول بتتحفنا باغانيها، اكين كلمات ولا اكين لحن. نانسي مبروك عقبال المية. اكيد، ومثل ما عم تحتفل اليوم الفنانه نانسي عجرم بعيد ميلادها، احتفلت بنهايه الاسبوع بتوقيع البومها جديد حس بيك مع معجبينها بوسط بيروت. رح نتابع سوا تقرير ولقاء حصري مع نانسي لبرنامج بي لايف، ونحن رح نلاقيكم بعد البريك، فانطرونا. حاسه بيك، عارفه انك نفسك ابقى بين ايديك، ليه مخبي وانت بان شوقك عليك؟ انا ما عندي خبر، لانه انا ما بفوت بتفاصيل الاغاني والتصريحات والتنازلات، يعني مش من ضمن شغلي، عرفتي؟ فعندي مكتب وعندي ناس بيرجعوا لهم، وجيجي هو بيهتم وهو بيحكي معهم، فانا وزياد نجتمع بس على الموسيقى وعلى الغنى وعلى الاحساس وعلى كل شيء له علاقه بالموسيقى وبالفن الحلو، هذا اللي بيجمعني بزياد، وهذا رح يضل يجمعني بغض النظر عن كل هو بيحكي يعني بتنازل وبشغل وانا عارفه مش عارفه، بس انا الفن والموسيقى رح تضلها تجمعني بزياد. حلم البنات انت ومغرومي فيك، انت وقلبي نقاك، انت ونحنا لبعض خلقنا، خمسه خمسه فرفشه وخروجه حلوه على العشاء، خمسه خمسه فرفشه. يعني عرفت الدور وحبيته ومثلته، بس انه ما بعرف كيف، انا عاده الاغنيه لما بمثلها لما انا وعم بسجلها بالاستوديو كثير بعيشها، فمشان هيك بالكليب لما بقعد مع المخرجه وبتفسر لي عن القصه وهيك بفوت بالقصه بعمق. كنت عارفه انه جديده لإلي بعناوين الالبوم كتوزيع وكلحن، جديدة لإلي، وحبيت إنه سمي الألبوم حاسة بيك، وتتصور هي أول أغنية. حاسة بيك ليه حنين بس مش باين عليك، لمسة منك وتلاقيني بين إيديك، حاسة بيك وأنت عارف إني حاسة بكل ده.
تسيبنيش كده. ما أثرت فيه المشكلة صغيرة، يعني شخص ما بعرف جنسيته ما فيه أطلب باسبورات وجنسيات كل الناس، وأنا بعرف حالي كتير إنه وطنيتي قبل كل قبل كل شيء، ويعني مش انه شخص هيك حابب ينشهر بس انه رح ياثر علي على فتره 20 سنه الي، بيعرفوا الناس انا مين وكيف بتصرف، فما رح يجي هو يغير ولا 1% من محبه ناس لإلي ومن تفكيرهم تجاهي. لو صحيح بتحبني اوعى تاني تقول ظروف حاسه فيك. بالفعل حلم البنات هن النظارات يلي كل مره هيك بنصير نحتار شو بدنا نختار واي موديل دارج السنه. كل التفاصيل رح ناخذها هلا من ضيفتنا خبيره الصوره باولا ربيز. اهلا وسهلا فيك. موجود. اهلا فيك. شو اخبارك باولا؟ هلا ايش عدكم؟ انا مع انه لابسه وينيك مروار الشمس كثير قوي كثير قوي هيدا تمام صراحه يعني بوجود كثير قوي. باولا كيف بتوصفي موضه النظارات لهالموسم؟ هالموسم عندنا كثير تيارات مختلفة. هلا ابرزهم في عندنا ثلاثة اكيد الاوفر سايز. اوكي. السيركل اللي كنت لابستيهم. وعندنا سيريل كولورد لانسز، عندنا كثير كثير ماشي الكولورد يعني ازرق زهر موف، ما في لون من القوس قزح ما نازل على العوينات. مضبوط. وكمان باولا عم نشوف الالوان يلي عم تحكي عنهم، ولكن الازازة عم تكون شوي ترانسبيرنت، يعني مش لون ميروار او مش مثل هولي. بالعكس مثل انت لابستيهم. هلا هالصيفيه كثير عم بيدرجوا هالالوان. وكمان عندنا الكاتس اي اللي كنت انا لبستون فورمه عينه عيون البسينات، هيدي موضه افتكرناها خلصت بس تكررت ب 2017. مكفيه معنا. رح نشوف لكن مجموعه من الصور حضرتي لنا اياهم باولا. يلا لنشوف. يلا. ولا هولي ابرز الترندات هالسنه، هولي اول شيء الاوفر سايز وعندنا سيري فلات توب من أوكي. فوق ستريت لاين يعني كثير حلوين. هاو كثير حلوين وسبيسيال يعني جوز ما بينلبس بعد سنه، هيدي موضه سنه وحده صح. ما حدا رح يلبس. الصبيه هيك شوي جريئه وعندها كاركتير معين لتتقبل تلبس هالشيء صح. بس لاي فرم وجه بيلبق باولا؟ لازم يكون وجه كبير تكوينه واضحه؟ هو الافضل يكون الوجه كبير والتكوين ما ضروري لانه مخبيين الوجه ما كل اوفر سايز يعني صح. ما رح يبين كثير شغله هون. كمان بعدنا بالاوفر سايز. اوكي. بنشوف الالوان ولا هون كمان اوفر سايز وشفنا كمان الفلات توب كثير شفناه على المشاهير هالسنه. اوكي. يعني نيكي ميناج جالسه ومن فوق زيح جالس فوق الحواجب. هل في مواد معينه بكونوا معمولين بالاوفر سايز؟ هالسنه الاوفر سايز كثير بلاستيك وحديد. اوكي. والعظم اكثر للسيركل اللي انت بيلبق لك كثير. انت كل شيء بيلبق لك اسم الله ما فينا نحكي غير ميرسي. ما بيقولوا ما بيصح غير الصحيح. اوكي. هون بعدنا هيدي اللي بسموها باك تو ذا فيوتشر ترند، يعني نظره على المستقبل بدنا نقول. عوينات كثير كانه فيلم عن المريخ وهيك، عوينات كثير سبيسيال ستار وورز الين اذا بدك كمان شوي اكسنتريك أكتر. انا ابدا ما بتقبل هيدي الموضه وبحسها اكثر هي خرجه ديفيلي فاشن شوز رانويز مش اكثر من هيك يعني. وانستغرام انستغرام اللي بيجربون بالمحل بيتصور فيهم وبيردون. هيدي الترند كثير بارزه. الدبل فريم الحديده بتجي حديدتين فوق بعض، يا بلاستيك فوقه حديد يا حديدتين مركبين فوق بعض، كثير عم نشوفها.
وبفورمات كتير مميزة. يعني عنا الكلاسيك المستديرة على الحل، وعنا مثل شوي ريبان على فلومة السبعينات تبع الاف بي اي كانوا يلبسوهم، مع ناقصها شوارب يعني كان. بس باولا الازازة اللي عادة بتكون هيك مثل ترانسبيران ما كتير بتحمي من الشمس صح؟ لا، في منهم يو في اي بيحموا. ايه، ما هلا التقنيه كثير متطوره، من زمان كانوا يقولوا لنا ما تشتروا الوان لانه بلاستيك ازاز. صحيح صح. هلا بيشددوا انه لازم ننتبه انه بيحموا من اشعه. اهم شيء يعني ننتبه من براند الازاز يكون ماركه اصليه مش بلاستيك. صح. يعني هو اول شيء العوينات الشمس ان تيحموا من الشمس، وبعدين بنفوت نرجع على هدول. هدول الستيتمنت جلاسز كتير عينات، يعني واحد بده يبين وبده يفرجي وجوده بالمجتمع. عندنا براندات كتير من إلي صعب لدولتشي غابانا، جوتشي، كلوي، كل البراندات عملت هالشتوية. وعندك باولا كمان واحدة شوي مخيفة ما رح البسها لأنه بيروحوا المشاهدين على بس هيدي الفكرة من العوينات. ولا هيدي الفكرة انه هيدا اوكي منتابع كمان بالصور بسموها ما بعرف ايه. ولا هون كمان هيدي مخروطة بليتو، عندك وحدة كمان ستيتمنت، والثاني الافييتر الريبان الكلاسيك اللي صار لهم سنين على الموضه. ما بنزهق منه، ما بتحس بتبطل موضتهم، ما بتبطل ابدا، بيلبقوا لكثير فورمات وجوه. ولا هون عندنا البلاستيك كلير، يعني معمولين من بلاستيك لعوينات بكليت كمان بيقولوا، واللون زيته الفريم مع الازازه زيت اللون، بتنتبهي لهم مش الازازه ملونه والفريم غامقه كانه معمولين بفرد بلوك. هولي عندنا السيركل كثير مثل ما شفنا كثير كثير مدورين. يعني بنلاحظ باولا انه الاحجام والاشكال مختلفه، يعني في فاريتي تشكيل كثير كبيره. في كثير، وعندنا الجيومتريك الفورمات جيومتريكال كمان هولي كلهم سيركل، بس الجيومتريكال هالسنه في عندنا موديلات كثير غريبه يعني بتنلبس مثل ما عم نشوف. ايه مثل ما بعرف شوف اللي انت كل واحد معيك. حر يلبسها هيدا. اوكي، احجام كمان مختلفه. ولا احجام مختلفه كبيرة. هون كمان بعدنا على السيركل، بس هون في خليطه سيركل وستيتمنت بذات الوقت مع جيومتريك يعني. هلا ما تنسي هول كلهم عرض ازياء حلوين للعرض الازياء، العالم قليل كثير ليشترون. انا هيدي كثير حبيتها، لافاغل بارامور جوتشي كثير لقيتها مهضومه. اوكي، هول الافييتر النيو ستايل ماسك. برافو عليكي، افييتر على ماسك. ولا وهيدي البارتي اللي انت بتحبيها البترفلاي روزاريتا. صح. اوكي، هون الكات اي كمان بنشوف يعني كل البراندات. بيحتار الواحد شو بده يختار، يعني قد ما تشكيله واسعه بتصيري ما بتقعدي تعرفي شو بيلبق لإلك لوجهك. هلا انا بقول لعوينات اهم شيء القياس، الفورما تلبق للوجه وتكوني مثل ما بيقولوا بالفرنساوي كو دو كور، شغله عجبتك كثير دغري تحبيها وتحبيها دغري، مش تقولي لا برجع سبع مرات على المحل. خلص مجرد ما تكوني متردده. ولا وقت تتردد يعني مش خارجك. هون عندنا كم مشاهير معروفين بلبس النظارات الشمس. انا وينتور اللي ما بتشلح عوينات الشمس بس انجبرت تشلحهم وقت طلع للاوبي عند الملكه من انجلترا على طول اوورد من شهر لا جمعتين. Anyways، بيونسي، إما واتسون، كيم كارداشيان كمان لبس الماسك الكبير. واصلا هي رجعت بتحسي بس لبست هالماسك صاروا الصبايا رجعوا بدهن ايه لانه يلبسوه. ليدي غاغا اكيد مميزه بالعوينات، دائما عندها ذوق معين. نيكي ميناج كمان بتحب كثير الماسك والباندو وال هي كل شيء. الماركات باولا هيك سريعا معروفه اكيد عندنا دائما جوتشي ودولتشي جابانا، فندي، عندنا الي صعب عامل هالسنه كولكشن رائعه نظارات شمس. كنت عم تقولي لي كاريرا كمان كاريرا هالسنه منزل كولكسيون مميزه، يعني مش كلاسيك، كنا معودين كاريرا موديلات قديمه، هالسنه طالع بالترندي جلاسز بالمجلات كثير. واكيد دائما عندنا مايكل كورز وكلوي وسلا ستيلا ماكارتني كمان، اليس ان اوليفيا انت بعرف بتحبيهم. ثانك يو باولا على هالجوله هيك اللي قمنا فيها سوا، وان شاء الله بنشوفك قريبا جدا. باذن الله. خلوني انتقل عند الشيف ريتا لشوف وين صارت بتحضيراتها. هاي ريتا. هلو، كيفك؟ الحمد لله. سوري وقعت لك الغراض، خلينا نخبر شوي شو وصفتنا. وصفتنا اليوم سالد ومعمول من عثمانيه هون بالطبق. هلا كنت عم زينهم
مع شوية خضرة وأفوكا ولوز وبزر أوكي وأسبرج وبيرجع عنا رز مع دجاج منقوع بالبلسميك فينيجر ملح وبهار. قبل بنهار بننقع الدجاج عطول أحلى عطول ودايما لازم يكونوا صافيين الدجاج أضبط كرمال الدهن. كيف رح نطبقهم للسفاين؟ بس رح نشويهم. أنا كنت رح شوي مظبوط كنت رح حط زبدة بس خلص وعدتكم ما رح حط. أوكي. فبس بدي أشويهم. بينعملوا من دون شيء؟ فينا بتعرفي بالبيت في هذا سبراي اللي مثل الزيت يلي ما فيه أبدا فيكون أو شوية زيت زيتون مثلا كمان ممكن أكيد. طب كيف بنعرف إنه السفينة استوت مظبوط؟ هلا في طريقة معينة؟ هلا إذا عدقيقة أربع دقايق على كل وجه اوكي أيه. بتتركيها اربع دقائق بترجع بتنقليها لتاني ميلة مظبوط واحسن طريقه انه السفينه او الدجاج او اللحمه ما نطلعها من البراد ودغري نشويها نخليها ساعه روم تمبريتشر نرجع نشويها ثانك يو ريتا اكيد رح ندوق كل شيء حضرتي لنا اياه بختام حلقتنا ميرسي رح ننتقل نحن وياكم الى تقرير خاص عن شابه من عالم ستاند اب كوميدي هي جزائريه بشرى بينو يلي كان لنا لقاء خاص معها تطرق الى اعمالها ومواضيع المستوحاة من واقع المرأة ونحن رح نلاقيكم بعد البريك. Je nettoie chaque placard jusqu'à 7h15. Ensuite je lis un livre et même deux ou trois. J'ajoute quelques couleurs qui ne plaisent qu'à moi. Les mardis qu'il y a une jam, ça veut dire qu'il y a un casting le casting قدام الغاشي en fait il faut que tu ضحكي الناس رحت لهيكا ودرت 5 minutes parce que غير 5 minutes باش ضحكي الناس جيت جاز مليح وبعد زيت وليت وعجبتهم دونك قالوا لي زيدي كتبي بزاف لي سكيتش وقعديك وخدمت وقعدت لهيكا ربع 4 ans وجا ربعه يخرجوا شويه كما قال دنمالي هو فوالا ينا با بوكو يقدروا فيفر دو سا مي كي تجر كي تنجم كي تخرج تو سور دو لو سي اكستراوردينير مي سي فري سي دور سي تري دور مي فو كونتينيي فو لو ترافاي اون فيريتي غير الخدمه وبزاف ليسبوار ان ربي انايا كي نروح في السوسان هذا هو واش عجبني الاكثر باسكو نشوف العباد يرجعوا لي توت سويت لينيرجي لامور الضحك ولا جوا هذه ديريكت كي ندير الفيديو ثاني كيعجبني الحال باسكو هذه الخدمه نخدمها ندير المونتاج ندير العفايس في راسي بون نلعب شويه ماشي كيف رجعوا لي بون لي ميساج يقولوا لي حطها مليح بون سا في بليزير مي ماشي كيف كي تروحي السوسان لو بليزير تاع الصح هذا هو لا سين C'est vrai que Anaïa Dorka, Hadja Narfa, c'est le problème Tana. Tana, c'est le plus basique. Ou Bishuya Bishuya, un des. Le Ousmane, l'humour, t'as l'observation, ça veut dire une chauffe Hadja. Hadja qui nous entoure, Hadja, t'as la vie de tous les jours, le quotidien. Ça veut dire quelque chose de mauvais, j'essaie de trouver le bon angle pour pouvoir en rire de ça. Donc, c'est pas Anaïa, ce que j'ai commencé par. Ce que je connais le plus, c'est la femme. Ou bien de la vie de couple, ou bien de l'ouled. Et petit à petit, on est nakber le comment. Alors en vérité, ma chérie, le Marrakech du rire, le Marrakech du rire, c'est un cadeau en vérité. Qu'il y ait 3000 personnes, ils sont joyeux, qu'il y ait Smicha, qu'il y ait Jamel, qu'il y ait Larachi, qu'il y ait Zef, les gens connus. Donc c'est une cerise sur le gâteau. Ça veut dire que nous avons fait mon gars l'année pour avoir ce cadeau-là. Donc le Marrakech du rire, c'est plus un cadeau qu'un exercice. Elle est super gentille. Elle est super relou. Elle est super relou. Elle est super relou. C'était comme ma soeur par moi. Ma force à moi, c'est que j'y vais et je donne mon cœur, c'est tout. Je parle avec mon cœur. Mène la abhèche parce que je sens que dès que tu es fausse avec les gens, ils se mourra, ils le sentent.
اي سا فو با مونتير لا سانسيريتي نقول ما نكذبش. حنايا في فرنسا كاين بزاف لي ستاند ابور لي زيموريس ماغريبان كاين بزاف هما جوستومون اللي كما كاش الشوماج باسكو كاع يضحكوا اي او كونترير سي سا سكي بيان سي سا نو رولي بار لومور. بونجور. Non, non, on ne se connaît pas, non. Non, mais je suis la copine de la copine à la voisine, Sabrina. Oh, le monde est petit. Le monde est petit. انا واش يعجبني كي نشوف واحد يضحك باسكو هذا واش يعجبني الحال ما نكونش نستار ولا حاجه باسكو لا فيريتي سي با هذا هو واش سي با او جو فو مي ديريجي سينو سا في لونتون نبين روحي بزاف في التلفزيون ولا حاجه. انا واش يعجبني الحال ولا ندير في الخدمه هذه غير باش نضحك الناس. نحييكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تحضرونا ومتابعين بمواضيعنا. فيديو كليب اطلقته مؤخرا منظمه اليونيسف بعنوان هارت بيت، وهي اغنيه بتحمل رساله من اطفال سوريا الى العالم اجمع. هالاغنيه وضعها الملحن الاردني زاد ديراني وقام بتوزيعها المؤلف الموسيقي جاد الرحباني. جاد اليوم بضيافتنا لحتى يحكينا اكثر عن تفاصيل هالمشروع. اهلا وسهلا فيك جاد. اهلا وسهلا. يعطيكم الف عافيه. جد بدايه كيف صار التعاون بهالعمل الانساني؟ اوكي انا بس اعمل شويه صحيح صغير. ايه. سوري فضل. هي اللحن لزيد وتوزيع زيد معه كمان حدا اجنبي اسمه ديفيد، انا كتبت الكلام. اوكي كلمات العربية حضرتك. انا هلا هو زيد صديق لي، هو ملحن اردني وصار على صعيد عالمي. وصديق كثير لنا، عامل شغل كثير عنا باستوديو وتعاوننا لفتره طويله. بقى وقتها اليونيسف طلبوا منه الاغنيه منشان هلا بنحكي ليه الهدف يعني وهيك، اتصل فيي قال لي بدنا نكتب كلام عربي للاغنيه وعن هيدا الموضوع، فبعثوا لي الموسيقى اللي هي كانت معموله اصلا. أوكي. حاضره الموسيقى. أوكي. كتبت انا الكلام على الموسيقى. أوكي. الموجوده. وكيف طلع معك الكلام؟ كيف هي الفكره انه طلبوا مني انه يكون موضوع عم نحكي عن دقه قلب. عن دقه القلب الهارت بيت، انه كيف عم هالدقه القلب بدها كيف ترجع من جديد. نعم. تمشي تقلع من جديد لهالاطفال اللي ان شاء الله يكون عندهم مستقبل. ايه انه يكون ترجع بقى رسالة امل. ايه بقى هيدي هي كانت الفكره، ومن هون انا كتبت فتحت الموضوع وكتبته، وصراحه كتب بسرعه الموضوع، اصلا كانوا مستعجلين والموضوع قد ما انه مؤلم يعني بالسورية وغير سوريا، يعني كل هالالم اللي عم بيصير على الكره الارضيه بخليك بالانكونسيون تبعك انه يكون عندي كل هالافكار حاضره قد ما عم شوف عذاب. بقى كتبت الموضوع بسرعه وزبط ومشي حاله وتصورت بعدين بسوريا. طيب خلينا نشوف هيك بعض المقتطفات من هالعمل هيدا وبنرجع منتابع حديثنا سوا. دمار نار جرح كبير، بالصوت العالي بدي اقول بس الصوت صغير، يمكن نحن اولاد صغار بس صرختنا من القلب، بدنا نمحي كل الخوف على
عمل حلو كتير ومؤثر فعلاً. ايضا فعلا شفنا اداء طفله ضريره بعمر العشر سنوات. خبرنا كيف تمت عمليه التسجيل؟ هلا نحن الموسيقى تسجلت برا باسبانيا، نعم، والكلام انا كتبته وبعثنا، ونحن انا عملت عندي الغناء المبدئي يعني الديمو كيف يتعلموا الغناء سجلناه نحن، لا ما كنا قادرين نروح على سوريا للتسجيل، نعم، وهن بسوريا سجلوا، جابوا الاطفال وجابوها للمغنيه وعملوا التسجيل هنيك ورجعوا بعثوا لنا الاصوات ورجعوا نعمل ميكسينج للاصوات باسبانيا. اوكي كمان. وتصورت كمان بالدمار اللي هو شيء فظيع يعني. صح. المناظر وهي فكرتها انه هالاطفال اللي ما عندهم امل بقى، اللي صار اسود كل شيء، انه مثل صرخه لهالعالم يوعى وهالسياسه توعى بالعالم انه حرام هالاطفال اللي عم تاكلوها وما بقى لها امل بشيء بسوريا وبغير مطارح بالعالم، بس انطلاقا من سوريا لان هلا الموضوع السخن بسوريا. صح. بقى بنتامل انه يوصل ولنه صوت او دقه قلب صغيره لحدا كرمال حرام هالناس ان شاء الله. اكيد جد. شو مقومات العمل يلي بهمك تشارك فيه؟ بصراحه نحن شغلنا موزع كثير على كثير اشياء، يعني نحن بنشتغل بالمسرح، بنشتغل بالحفلات الموسيقيه خاصه، نعم، مع الوالد الياس، يعني بس يكون عنده حفلات نحن انا وغسان مستلم له هالحفلات. اشتقنا له على فكره الاستاذ الياس كثير 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 وتحياتنا له. ميرسي. وصل بقى. وكمان بنشتغل بالتاليف، يعني عندنا الاستوديو التسجيل، عندنا بارت التسجيل الموسيقي، وعندنا كمان الالحان للمغنيين او بالعربي وبالاجنبي، وبنشتغل اشياء بالانجليزي والفرنسي، وكمان بشتغل انا بالادفرتايزنج بالدعايات. نعم. بقى مشان هيك الشغل موزع واجمالا بنشتغل بكل شيء. بقى المقومات مهم، العمل يعني مثل هيك عمل ما فيكي ما تشاركي فيه. صح صح. عمل بهالمستوى وعلى صعيد انساني وعلى صعيد عالمي، واليونيسيف حاطه ايدها فيه، يعني فايته بكل قوه تقدر توصل صوت. نعم. طيب جد، عاده اغنيه هادفه مثل اغنيه هارت بيت، شو هي العناصر يلي لازم تكون متوفره فيها؟ شو اهم شيء لازم نلاقي فيها؟ هلا اكيد بده يكون في من ناحيه اللحن، بده يكون في لحن حلو يكون يقدر الناس تلقطه وتحفظه وتتردده، وبده يكون في كلام مؤثر يفوت يوصل للهدف المنشود، ويوصل يعني الرساله، يوصل الرساله اللي عم نسعى لها الواحد. واكيد شو بيقولوا الديكور الموسيقي، يعني التوزيع الموسيقي وكل شيء بده يكون على شكل لائق اكيد، يعني والتصوير كمان بده يكون له معبر، يعني مثل ما شفنا صوره معبره وهالاطفال اللي بحاجه انه يبينوا ويظهروا ويقولوا كلمتهم مبسوطين، اذا بتشوفين عم بيضحكوا بالكليب لان ما مصدقين انه حدا عم بيشوفهم انه طلعوا. صح. من قلب الدمار. صح. تعاملت بهالاغنيه مع مثل ما سبق وذكرنا مع زيد ديراني. نعم. اللي مثل ما عرفنا رح يكون في عنده حفل بلبنان. مزبوط مزبوط. هل رح يكون في تعاون سوا بهالحفل هيدا؟ يوجولي هذيك السنه كان عنده حفل بعتقد او اللي قبلها كمان، على طول نحن في تعاون يعني، وفي على طول مثل استشارات بين بعض. صح. حتى بنساعده بالموسيقيين اللي بيكونوا من هون، بنأمن له اياهم وهيك، لان صديق قديم وتعاوننا لفتره كثير طويله سوا باشياء، وكثير هو انسان لطيف وكثير لذيذ، بقى على طول في تعاون حتى لو باشياء صغيره. طب جد هلا حاليا على شو عم تشتغل؟ هل في فنانين معينين عم تتعاون معهم بهالفتره؟ هلا عم نحضر سي دي انا والوالد للممثل غسان سالم، عملنا بارت 1، هلا عم نعمل بارت 2، وتقريبا شي شهرين بيخلص سي دي، هيدا على صعيد الاغاني، وعندنا حفله للوالد كمان بطرابلس بالصيف، ومسرحيه مسرحيات ما كثير هلا لانه وضع الانتاج والهيك شوي يعني دقيق الوضع، والوضع الاقتصادي شوي صعب. هل هناك والمسرح بده شغل وبده انتاج يعني هل هناك جد عفوا مواهب جديده يمكن هلا حاطين عينكم عليها او حابين انه تطلقوها؟ هلا ليكي في بلبنان في كثير مواهب، وحتى برا بالدول العربية في كثير مواهب، بس لهلا يعني ما عم نشتغل على شيء محدد معين. هيك نعم. معين. وعندنا شغل كمان ثاني لموسيقى افلام عم نشتغله، لموسيقى دعائية ولهيك، يعني في منوع الشغل على عدة جبهات. اسم الله استوديو ما بيهدى. يعطيكم الف يعني عافية. ماشي الحال الحمد لله. ومجدد تحياتنا للوالد اكيد. مرسي. وشرفتنا جاد. ميرسي. اهلا وسهلا. ثانك يو. فاصل اخير وبنرجع بنتابع، خليكم معنا.
حلقتنا مع الموضة وأحدث ابتكارات ضيفتنا المصممة رولا مهنا. أهلا وسهلا فيك رولا. اهلا وسهلا. شو اخبارك؟ الحمد لله تمام. رولا خبرينا الدار الخاصه فيكي شو بتقدم للسيده؟ بتقدم فساتين سهره فساتين سومي كوتور كمان كوتور بس انه اكثر هلا التوجه على السومي كوتور. اوكي. وللعروس كمان؟ للعروس اكيد عندنا فساتين اعراس عندنا كل سنه بننزل كوليكسيون اكيد. طيب رولا شو ابرز القصات يلي اعتمدتيها لهالسيزون؟ ما في قصات معينه، كل القصات لحتى تتوجهي لكل انواع الاجسام، لانه بتعرفي المراه، كل مراه وعندها قصه بتلبق لها احجام مختلفه كمان. طيب كيف بتشتغلي على كل كولكشن خاصه فيكي؟ يعني من وين بتستوحي وكل قد ايه كل سيزون بيكون في كولكشن؟ اكيد كل سيزون في كولكشن، في اثنين كمان، واحده صيفي واحده شتوي. اوكي. ونستوحي حسب كل مره بتاخذي تام شكل تام معين بدك تشوفي الترند اللي ماشي بدك تشوفي حسب بتتابعي يعني يمكن الموضه العالميه بتشوفي أكيد شو نازل اكيد بتحاولي تلحقي الباليت الالوان اكيد حتى اكيد ما فيكي ما تلحقي. نحن رح نشوف اكيد بعض الديزاينز يلي عملتيهم رولا، ولكن هل ركزتي على اقمشه معينه بهالكوليكشن؟ لا 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 انا ما بركز على اقمشه معينه، انا حسب الموديل وحسب القصه وحسب يعني ما في موديلات معينه. نعم لكن أوكي. هيدا اول ديزاين. نعم هيدا ليس هلا دارج كثير ترند العرق الكبير العرق الحلو، كمان هيدا فستان عروس مع قبه كثير حلو كثير من فوق الشغل عليه كثير حلو ومع الشغل خفيف. هيدا عروس؟ هيدا عروس اكيد وعم نروح ثوب الاوف وايت مش الابيض. ايه هلا بتعرفي دارج اكثر الاوف وايت مع الافي نيود كثير دارج بيعطي ببين العرق للفستان، اذا الفستان دونتيل بيوضح العرق وبيطلع احلى كمان. صح. وكيف تم التطريز رولا على الفستان؟ يعني بنشوف انه منه كثير قوي التطريز. لا انا ما بقوي التطريز صراحه. هل اشتغلناه يدوي او اكيد يدوي؟ اكيد عندنا اكيد. مثلا هيك فستان قديش بياخذ وقت رولا؟ هيدا بياخذ تحديدا شي جمعه. جمعه؟ نعم. اوكي. ولتطلعي بالفكره عاده قد ايه بياخذك وقت؟ هلا الفكره بالاول بتكوني محضره الافكار وبتكوني اوقات رسمه اوقات على الرسمه بتغيري حسب القماشه. يمكن مرات على التنفيذ بتكوني ماشيه بشيء بتوصلي لمحل تاني مختلف كليا. 100% مزبوط. طيب نحن مش ما عندنا بس هالعروس رولا، في عروس تانية كمان رح تقطع عنا على الران واي. هل تاني فستان تقريبا نفس الستيل استخدمتي رولا ولا غيرتي؟ لا هلا لا انا بالاعراس بعمل كثير ستيل ديفيرون يعني كثير حلو يعني ما بعمل نفس الستيل بالاعراس لحتى اقدر اتوجه على كل طلبات. صح وخاصه انه كل صبيه بتحب تكون هيك مميزه بنهار عرسها وما بتشبه غيرها. مزبوط. كم قطعه بتخص العروس؟ كم فستان عرس يعني؟ انا 15 فستان عرس كل موسم بننزل. قد ايه 15؟ 15 كل موسم. اوكي يعني كولكشن كبير مثل ما عم نشوف رولا كثير مش صغيره. عم تتميز نانسي ببساطه الفساتين حتى ايه انا هيدا انا اذا بتساليني هيدا اللي بيميزني. انا ما عندي كثير مش انا يعني القماش سمبل والتطريز كمان سمبل والموديل ولكن بنفس الوقت بس في شغل معينه اكيد. طيب هون لكن عم نشوف شوي هيك كانه جايه من تحت مثل هترين وراه. نعم. شو الفكره كانت رولا من هالفستان؟ خبرينا اكثر عنه. انه هيدا فستان فولي بيدد فولي بيدد ضروري تنزلي لانه العالم كثير بتحب الشغل الشك. هلا انا نزلته بطريقه كثير ناعمه، هيدا كله فلاور كثير صغيره ورود كثير صغيره يعني كثير عندك بيقولوا ديمونسيون بالورد يعني الورد الاكبر الاصغر الانعم هيدا كان فكرته. بتسمي عاده الكولكشن الخاصه فيك بتحطي لها عنوان ولا لا؟ السهره ايه العروس لا سانسر ماوس. السهره ايه؟ سهرة شو سميتي إيه؟ الكولكشن؟ سهره السنه ارابيسك ستايل اخذتها للبلد العربيه. طيب رولا شاركتي ببيروت فاشن ويك صح؟ خبرينا اي قطعه اكثر شيء حسيتي انه حازت باعجاب العالم او صار في ردود فعل ايجابيه عليها وصار في طلب؟ بتصدقي انه بعد لهلا ما يعني كلهم لهم الناس تبعهم يعني كله كان اخذ الحمد لله يعني بهجه وكان حلو. وشو قدمت لك؟ ايه كيف كانت المشاركه وهالاختلاط مع عده مصممين كمان؟ حلو كثير. قديش كانت هيك مفيده لإلك؟ اكيد كثير مفيده اكيد.
كثير حلو، وحلو لبنان انه بالموضه عم بتتطور اكثر واكثر واكثر. بيروت عاصمه الموضه يعني أكيد. طيب هلا عم نشوف فستان سهره مش فستان عرس. مزبوط. وهون اللون البوادروز اذا فينا نقول. مزبوط. اوكي خبرينا عن هالفستان شوي رولا. يعني هذا فستان ليس من دانتيل برودي مع هلا ترند القبات الكمام الكبيره القبه الكبيره. سمبل. وهالتويست اللي عم نشوفها معموله بالظهر هيك هالفتحه هيك سبيسيال. هلا كثير الترند تشتغلي بالكمام وبالقبه. سو هلا ريلا مين بيساعدك؟ مين بتاخذي برايه بس تنفذي قطعه معينه بتساليه؟ ايه عندي انا عندي بنتي بباريس عم تدرس فاشن ديزاينر صغيره صبيه يعني. سو وانا بروح لعندها بتجي لعندي لاني بعدها هي بتجامعها بتشارك شوي. انا هيدا اللون باي ذا واي كثير كثير بحبه خاصه هلا بموسم الصيف. كثير مطلوب هو كثير مطلوب صح ومش دائما بنشوفه هاللون. هون شو عم نشوف؟ كمان هيدا فستان فولي بيدت جولد كولر كمان لون غريب غريب مطلوب بس الذهب الرايق اذا بدك والشك الناعم والرايق يعني لان ذهب دقيق ما فيك تقويه. واذا مش غلطانه شوي شغله بيشبه فستان العرس الثاني يلي شفناه. برافو عليك يعني برافو عليك حلو بتحاولي هيك تخلي التصاميم تطبع بعضها. اكيد دائما لازم لحتى تضلك بنفس الفكره. وشكلك مأثرة بوجود بنتك بفرنسا عم روح كثير صوب الاشياء السمبل ساب. اي اكيد انا اصلا انا درسي بفرنسا قديما يعني انا درسي بباريس عامله شام سانديكال دو لا كوتور باريسيان بروموسيون 93 وجيت لهون اشتغلت هون عند ديزاينرز لبنانيه كبار وكرمال بنتي انا هلا عم بفتح صراحه. وقد ايه صار لنا هلا هلا لي 4 سنين انا من وقت ما بنتي سافرت عم تعمل 4 سنين نعم. وشو التحديات اللي عم تواجهيها؟ انا عندي صراحة خبرة كبيرة بالشغلة يعني الشغلة عم بقول لك بدور ازياء كثير كبيرة شغلة عند ديار بباريس شغلة هون اللي صعب وزهير مراد يعني عندي خبرة كثير كبيرة صراحة بالنسبة للشغل ماكنة ماكنة يعني ما كأنه جديدة فاتحة بتبين له الخبرة وقت تكون القطعة سمبل ولكن بنفس الوقت الشغل فيه دقة كثير وكمان تصميم بيطلع كثير حلو. حلو هيدا هون لون باستيل كمان باستيل شوي روز باستيل اوكي باستيل والشك هيك مثل هيدا كمان فستان فولي بيدد كمان هيدا كثير اراباسك الديزاين تبعه. هيدا فستان قطعة واحدة او قطعة قطعة تين. واحدة هيدا اوكي قطعة واحدة كثير دارج الباسك و... حلو. شو الشيء اللي بتحبي تركزي عليه بالتصميم؟ يعني بتحبي تركزي مثلا على الكتف لنقول على الظهر على الخصر؟ هلا كل حسب الترند برجع بقول لك حسب الترند. هلا الظهر حلو كثير تركزي عليه لانه ظهر المراه شيء كثير سكسي وحلو وحلو يبين بس كمان حسب الترند يعني هلا مثل ما قلت لك الكمام والقبه صح حسب يعني طيب رولا بتعرفي الامراه العربيه يمكن شوي متلانه اذا فينا نقول مش كلنا عندنا اجسام المودلز اللي بنشوفهم على الران ويز كيف بتتكيفي مع هالموضوع يعني اذا امراه لازم حابه انه تخبي محل معين او تكشف عن محل معين انه بنقدر بنظبط لها اياهم بطريقه تاخذي رايي عاده ولا لا بفضلي انه لا اكيد باخذ رايها اكيد تفرضي بالنهايه هي عم تربط الفستان مش انا هيدا حتى لو ما بتوافقيها مثلا الراي بجرب انعه بتجربي لا بس اذا ما بتقتنع بعملها مثل ما بدها على طريق بطريقه انه يضل الفستان لحتى ترضي حالك وترضيها اكيد لا بتحسي هلا مع وجود الانترنت والسوشيال ميديا صبايا صار بيجوا لعندي بتوجهوا لعندي بكونوا عارفين شو بدهم ولا بعد هيك بيعيشوا بركي بضياع قد ما بيشوفوا لا بيعيشوا بعده بضياع. هلا في ناس لك يا حسب العالم في عالم بتعرف حالها شو بدها بتيجي لعندك بتكون عارفه شو بدها بتكون حافظه جسمها بتعرف درسي يعني يمكن بتعرف شو الالوان اللي بتلبق كل شيء حتى القصات في ناس بدك لازم تتركيهم هن يقولوا لك شو بدهم يعملوا اوكي وفي ناس اكيد لازم توجهيهم حسب ما في وانت بتحبي عاده شو بتجي لعندك وحده انا انت تحوليها اكيد اذا مش عارفه حالها بس اذا عارفه حالها ليه بدي احولها ما دام هي مقتنعه وعارفه حالها واذا انا بلاقي انه هي معها حق أكيد. طيب رولا هلا في ثوره الفاشينيستاز اذا فينا نقول على الانستغرام شو رايك بهالموجه الجديده البلوجرز يعني خاصه هلا بعالم الفاشن يعني حلو شيء حلو شي... عم ياخذوا محلكم بتحسي؟ لا 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 كل شيء لا
بالعكس هو كل ميزون دو كوتور كمان لازم يكون عنده فاشونيستا. هن بيساعدوا بالعكس الفاشونيستاز بيساعدوا كلهم هن بيفهموا بالموضوع. بدك تكوني اوبن؟ لا بدك تكوني اوبن بالعكس بيعوز الديزاينر بيعوز او بيعوز لان هو ما بيخضع يعني ليش لا كله يمكن بيكمل بعضه مثل بيكمل ما فينا نقول بعضه. نحن كثير حبينا التصاميم رولا واكيد بعد عنا تصاميم رح نشوفهم على الرن واي خلينا نتابع. هيدا يلي عم نشوفه أوكي. على السكرين اخر اوتفيت معنا شو بتقولي لنا عن هالدريس؟ هلا هيدا دريس كثير كلاسيك اذا بدك بس كثير مطلوب اللي هو واسع من تحت ومع صدر ضيق على الخصر. هيدا درس كل موسم ضروري تعملي واحد نعم مثل الكلاسيك قطع كلاسيك كثير قطع كلاسيك كثير مطلوبه ورولا نفس باليت الالوان يلي كانت عم تقطع قبل اكيد ولكن شوي مغيرين اذا ماني غلطانه في نيوز معينه التوناليتي بتتغير لعن حسب الفابريك يعني اوقات ما بتلاقي نفسها لاحظنا انه اغلبيتهم الوان باستيل وبكره رح يكون في عنا فقره خاصه عن الوان الباستيل بحلقتنا فهيك بدنا نوعد كل المشاهدين انه بفقره مميزه يتابعوها بكره. شو في عنا تحضيرات عم نحضرها هلا جديده؟ شو عنا شيء جديد؟ هلا بلشنا نشتغل على الكوليكسيون جديده ولا بعد؟ بلا بلشنا نشتغل على البرايدل اس اس 18 وبتنزل اذا قلها بريد باكتوبر وهلا نحن فايتين موسم يعني هلا شوي. طيب رولا شو نصيحتك لكل امراه هلا عندها مناسبه قريبه؟ نصيحتي باي معنى يعني يعني مثلا شو بتقولي لها هلا عندها حدا انه مناسبه انه شوفي يلي بيلبق لجسمك تبعي الموضه بلا ما تشوفي حدا؟ لا تعي لعندي. تعي لعندي. وخذي النصيحه من اهل الاختصاص. يلا خلينا ننتقل نحن وياك على الداين تيبل لنشوف الشيف شو حضرت لنا لليوم. اكيد بدنا نشكرك رولا ونتمنى لك كل التوفيق. شكرا حبيبي. تفضلي. ميرسي بوكو. تفضلي. عارفة إنك نفسك أبقى بين إيديك ليه مخبي وإنت بان شوقك عليك حاسة بي حسي بيا خلاص هتقتلني الظنون مش كفاية تقول بحبك بالعيون حاسة بي عارفة إنك بس مش باين عليك لمسة منك وتلاقيني بين ايديك حاسة بيك وانت عارف اني حاسة بكل ده نفسي افهم قولي ما تسيبنيش كده
الفنيه. مره جديد بنقول كمان قبل 100 سنه للفنانه نانسي عجرم، والف مبروك على توقيع الالبوم حاسه بيك. مثل ما تابعنا بحلقتنا كمان لقاء حصري لنانسي واحتفلت هيك مع معجبينا بتوقيع الالبوم. كمان كل الاشخاص يلي بهمهم يتابعوا كل اخبار مهرجان موازين ابتداء من بكره رح تبلشوا هيك تتابعوا تغطيات حصريه. بكره رح يكون في عنا لقاء مع الفنانه والنجمه نوال الزغبي، اكيد رح تخبرنا عن كل جديده ورح نشوف هيك مقتطفات من وجودها هنيك. على سيره وبعد بكره سوري يمكن قطشتك، بس على سيره موازين انا بحب اقول انه انا شاركت مره بفستيفال موازين، رحت حضرت كمان عده كونسرتس هنيك وما بتصدق العالم الجو حلو. الحلو يلي كان موجود حلو حلو بقى. عاده بلال بيكون موجود بموازين، السنه للاسف منه هنيك. بعد بكره مش عنا حسين ديك رح يكون كمان اوكي طبعا يلي احيا حفلته امبارح، فرح نتابع اكيد لقاء معه. وريتا شو يعطيك الف عافيه. ثانك يو، عافيك. شو حضرنا؟ خلينا نقول كمان لريتا لرولا عفوا نرجع نعيد شوي شو حطينا بالسلاد والطبق الرئيسي. شور سلاد هو خضره مع اسباج افوكا بندوره لوز وحطينا هيك العثمانيه معها. حبيت غير انه قلت خلينا نعمل عثمانيه شيء سلي بالسلاد بدل حلويات اكزاكتلي يعني بدل خبز مع زبده كذا. هون عندك العثمانيه اوكي وعندنا شو حطينا الصوص عليها؟ عادي حامض ملح بهار وزيت. اوكي تمام. والطبق الرئيسي؟ الطبق الرئيسي عندنا رز مطبوخ بطريقه عاديه كلاسيك، وعندنا الدجاج هو هيك شوي غريب، انا قعدتها بالبلسميك فينيجر ملح بهار اوفر نايت اكيد، وشويناها مع ورق بلا زبده ورجعنا اخر شيء بس شلت الدجاج رجعت شويت البندوره والاسباج هيك بالزوم اللي باقي فيها. ميرسي ثانك يو ميرسي ريتا. رولا نحن شفنا موهبتك اكيد بتصميم الازياء، ولكن بالطبخ كيف؟ بتعرفي تطبخي؟ لا ما بطبخ ابدا ما في ابدا بس بناكل يلا لكن رح ناكل. ساعتين الف ساعتين شرفتينا. ثانك يو حبيبتي. ثانك يو رولا بالتوفيق اكيد بكل اعمالك. ميرسي حبيبتي وميرسي كمان شيف وثانك يو نانسي لانه كنت معنا بهالحلقه، واكيد ان شاء الله تكون اللي تعجبكم مشاهدينا. تابعونا بكره بنفس التوقيت. باي باي. حاسه بيك وانت عارف اني حاسه بكل ده، نفسي افهم قولي ما تسيبنيش كده.